حياكم الله أعزائنا ومتابعينا الغاليين، اليوم معنا فيكتوري موديل 2017. الدراجة نظيفة ماشية 19000 مايل، بعد عليها المحرك فيتوين بسعة 1700 سي سي، الطواير نظيفة، البريك عليه اي بي اس سيستم، الفوتريس جد مريح وعريض، بعد عليها الفوتريس حق اللي قاعد ورا. جمع أمامية نظيفة بهذا الديزاين الرائع، تحميك من الهواء، عليها هذه المرايات الاماميه بالكروم الانيقه، بعد كروس سيستم مثبت السرعه واف ام راديو بسماعات كبيره اماميه وخلفيه، عليها هذا التانكي بسعه 22 لتر مع هذا المقعد المريح ومسند الخلفي الرائع تقدر تتحكم فيه بعد، عليها هذا السادل باكس مع شنطه خلفيه بسعه 120 لتر وادر بروف تقدر تتحمل الشتاء والصيف وتحمي لك الاغراض اللي جوا، بعد عليهم هذا سيفتي حق السادل باكس وكزوز وكاله، دراجه نظيفه ما عليها ولا شيء، موجوده متوفره فرعنا الشارقه، مطلوب فيها 48000 درهم. حياكم.